يوسف محيوت والي ولاية خنشلة. أهلا بك سيدي الكريم وشكرا لقبولكم هذه المداخلة. أهلا وسهلا ومرحبا ولكل مشاهدي قناة النهار. جميل سيدي الكريم، ندرك جيدا بين ولاية خنشلة على غير معظم ولايات الوطن معنية طبعا بمختلف التنبيهات لمصالح الأرصاد الجوية التي تتحدث طبعا عن موجة البرد، عن الأمطار الغزيرة وحتى الثلوج. بالتالي أمامكم طبعا مهمة من أجل توفير كل الظروف للمواطن خاصة بولاية خنشلة وتسهيل أيضا الحياة اليومية بالنسبة للمواطن في ولاية خنشلة. كيف هي الوضعية وكيف وماذا تقومون به طبعا في ولاية خنشلة؟ إذن على غرار بعض الولايات فقد تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 29 جوفي 23 سقوط ثلوج بعدة بلديات تاع الولاية، بوحمامة، المصارة، شيليا، يابوس، طنجة، والمعروفة بالمرتفعات الجبلية، حيث تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية التابعة للبلديات والأشغال العمومية، بالإضافة إلى الحماية، أعوان الحماية المدنية، أين سخرنا 10 كاسحات ثلوج، 42 شاحنة، يعني 21 آلات الرفع الخلفي، 21 جرار فلاحي، وحوالي 115 عون تابع للبلديات والأشغال العمومية. إذا تدخلنا بكل هذه الوسائل حتى يعني نفتح كل الطرقات اللي كانت يعني مغلوقة على المواطنين. وكمثال حي وليس بعيدا ببعيد هو ما حدث يوم الجمعة الفارط، حيث سجلنا عاصفة تاع الثلوج بعد العصر، يعني التي دامت 20 دقيقة، وهذه العاصفة تزامنت مع وجود بعض العائلات، حتى بعض العائلات اللي جاونا خارج الولاية لالتقاط بعض الصور لأنه كانت مناظر جميلة. إذا حصرتها الثلوج وتدخلنا بسرعة، ودامت هذا التدخل حوالي 3 ساعات، والحمد لله الأمور يعني سهلنا الأمور للمواطنين هذو. على بالكم كذلك انه هذا يعني البرد اللي نتجد، هذه العاصفه تاع الثلج اللي نتجد عليها برد كبير، يعني درنا عمليات تحسيسيه خاصه بالنسبه للعائلات اللي راهي هذه الايامات كثرت يعني لي زاكسيدون تاع المونوكسيد دو كربون اللي رانا نشوفوه عند العائلات. احنا قمنا بعمليات تحسيسيه متواصله عبر كل بلديات حتى نتفادى هذا الاوضاع، واليوم رانا نديروا يعني كيما نقولوا احنا دو بورتا بورت باش نحسوا العائلات يعني، ومعاينه المدافئ ان اقتضت الضروره من ناحية ارتباطها بالغاز والمداخل حسب المعايير الصحية والوقائية لكي نتفادى هذا النوع تاع الاختناقات بالمونوكسيد دو كربون. وحسب الأرصاد الجوية هذا سيتواصل إلى يوم الغد، حيث فيه موجة برد اللي تتراوح يعني بين 2 إلى 6 درجات. دونك وبالمناسبة نطلب من كل العائلات يعني الحذر من ناحية تاع استعمال هذا يعني الشوفاج اللي راهم يمشيو يعني بالغاز. ثالثا كذلك عملية أخرى قمنا بها، ألا وهي يعني أعطينا تعليمات للمدير النشاط الاجتماعي بالتكفل بالأشخاص يعني بدون مأوى، حيث اليامات هذو رانا نديروا خرجات ميدانية، ويعني في هذه السيمانة برك يعني تكفلنا ب 22 شخص حيث تم إيوائهم بصفة مؤقتة
مع تقديم لهم يعني كل شيء اللي يخليهم مرتاحين، سواء من ناحية تاع الوجبات الغذائية الأغذية وحتى الإسعافات بالناحية يعني الصحية. إذا كل هذا الشيء اللي دارته ولاية خنجلة، والعمل سيتواصل إن شاء الله طيلة يعني وجود هذا التدهور من ناحية الطقس. جميل سيدي الكريم. فيما يخص أيضا وضعية الطرقات اليوم في ولاية خنجلة بسبب تساقط للأمطار وأيضا الثلوج، أيضا كيف هي وضعية الطرقات؟ هل هناك طرقات مهترئة؟ هناك طرقات يجب صيانتها في هذه الفترة؟ كيف هي الوضعية يعني؟ لا الوضعية راهي يعني ما فيه أي مشكل. كل الطرقات اللي كانت مغلقة تم إعادة فتحها، واليوم المواطن راه يتنقل يعني بسهولة ويتنقل بكل إريحية باش يعني يقضي الحاجيات نتاعو اليومية. جميل، نشكرك الشكر الجزيل سيدي الكريم سيد يوسف محيوت والي ولاية خنشلة على هذه المداخلة وعلى كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا.